نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع إدارة التطوير الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة برنامجها التدريبي الذي يأتي بعنوان التوجه الاستراتيجي لحكومة الشارقة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. ضمن أربع مجموعات تدريبية وبواقع أربعة أيام عمل ابتداء من شهر سبتمبر الجاري واستمرارا حتى آخر نوفمبر المقبل، تقدم دائرة الموارد البشرية بالشارقة مزيجا من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى نشر الوعي بين الجهات الحكومية لضمان تفهم السياق الاستراتيجي وانعكاسه على أدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة وتطوير الخدمات الحكومية بجانب صقل مهارات المنتسبين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة. الحقيقة البرنامج بيتعرض لموضوعات كتيرة جدا مهمة زي رؤية الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية واستراتيجية الإمارات 2021-2025، لكن يمكن من أبرز المخرجات المهمة للموضوع هي التشارك ما بين مشاركين من قيادات الجهات الحكومية في حكومة الشارجة عن أفضل السبل لوضع مسار وتطبيق آليات وأدوات الابتكار في تطوير العمل الحكومي. دور اليوم عن التوجه الاستراتيجي لتطوير الخدمات الحكومية مستوى إمارة الشارجة، وكيف نحن في الجهات الحكومية ناخذ بعين الاعتبار اللي هي الاستراتيجيات المستقبل وتوجهات الحكومة في تطوير الخدمات. طبعا استفدنا استفادة كبيرة فيما يخص اللي هو تنظيم استراتيجيات الداخلية في الإدارة نفسها، وبالإضافة إلى ترابطها مع استراتيجيات الدولة وتطلعات الدولة في المستقبل. ويتكون البرنامج من مجموعة من الندوات وورش العمل التطبيقية التي تغطي عبر أربعة أيام طيفاً واسعاً من الموضوعات المتعلقة بالابتكار الحكومي وهندسة الخدمات وتصميم الخدمات الاستباقية وتحسين تجربة المتعامل وتطوير خدمات القيمة المضافة والتمكين الرقمي وأفضل الممارسات في إدارة التغير والتحول المؤسسي. يأتي هذا البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة ونشر الوعي بأهمية تطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والارتقاء بها. لأخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.